السلام عليكم، اهلا بكم في قناه مستر وائل الساينس. ابنائي وبناتي طلبه الصف الخامس الابتدائي الترم الاول، بدانا يونت 1 كونسبت 1 اللي اتكلمنا فيه عن الانتجريشن اوف ليفنج اورجانيزم، وعرفنا حاجات كتير ومعلومات كتير عن الليفنج اورجانيزم، ويمكن كنا بنتكلم اكتر على البلانت. اخر حاجه عرفناها في البلانت ان الاورجان اوف ريبرودكشن في البلانت هو الفلاور. الفلاور هي اللي مسؤوله بعد ما يحصل لها بولينيشن. يعني ايه بولينيشن؟ يعني يتنقل لها البولين جرين. الفلاور مسؤوله عن الفورميشن اوف سيدز. في خطوه بعد كده مهمه هي دي اللي هندرسها النهارده، ازاي بقى ناخد السيد دي، او احنا مش هناخد حاجه، احنا هيومن مالناش دعوه، يعني كل ده في الطبيعه ربنا اللي عامل كده. ازاي بقى السيد اللي اتعملت جوه الفلاور دي يحصل لها ترانسبورتيشن، تتنقل تروح فين؟ تروح في السويل، تكون سيوتابل بالنسبه للبلانت ده، ليها سيوتابل تمبريتشر، في سيوتابل اماونت اوف ووتر، في سيوتابل اماونت اوف كربون دايكسايد عشان يحصل لها جيرمينيشن. السيد دي بقى لما تقع في السويل كده مشيئه ربنا بالفاكتورز اللي احنا قلناها يحصل لها جيرمينيشن وتطلع نيو بلانت. هنشوف النهارده عنوان درسنا سيد ديسبيرسال. يعني ايه سيد ديسبيرسال؟ يعني هاو سيد ار ترانسبورتد فروم ذا فلاور اوف ذا بلانت بعد ما تتعمل جوه الفلاور انتو سيوتابل ميديم تو جرو تو نيو بلانت، تو جيرمينيت الاول وبعدين جرو تو نيو بلانت. عرفنا يعني ايه سيد ديسبيرسال؟ قبل ما نبدا الدرس كده look at the opposite picture then put true or false يا شباب. طيب دي فلاورة اهي فيها سيدز اتعملت. طيب نشوف الاول بلانت يوز ذا انرجي ذات انرجي زي جيت فروم فود، تمام كده، ذات زي ميك تو برودوس سيدز. هل البلانت بيستخدم الانرجي اللي خدها من الفود اللي هو عمله بالفوتوسينسيس بروسيس علشان برودوس سيد، ولا عشان برودوس فلاور والفلاور هي اللي برودوس سيد؟ الكلام ده رونج، وكلكم بتقعوا في السؤال ده يا شباب. البلانت ما بيعملش سيد، البلانت بيعمل فلاور. الفلاور دي بقى ان شاء الله ربنا يسهل وتعمل سيد، انما البلانت بيستخدم الفود انرجي علشان يعمل فلاور مش عشان يعمل سيد. ها اوكي. طيب بعد ما الفلاور بقى تعمل السيد، سيد فولز فروم ذا بلانت، السيد بتقع من البلانت كده تو جرو اب ان انذر بليس. هو ده عنوان درسنا، الكلام ده صح. السيد دي المفروض تقع، مش انا قلت لكم المره اللي فاتت وانتوا بتاكلوا الخوخه مالكوش دعوه، سيبوا بس الخوخه انتوا على الشجره. الخوخه دي كانت فلاور اصلا، تحولت لبيتش او اي حاجه ثانيه، تحولت لبيتش اللي هي خوخه يعني. اوكي، الخوخه دي المفروض بعد شويه تقع في السويل ويحصل ديكومبوزيشن. الخوخه عامله كده وفيها سيد في النص كده، يحصل ديكومبوزيشن لده كله، يتفضل لي ايه؟ يتفضل لي السيد دي بس كده. السيد دي بقى زي ما قلنا كده سيوتابل بليس كده، مع سيوتابل تمبريتشر، مع سيوتابل اماونت اوف ووتر، مع سيوتابل اماونت اوف كربون دايكسايد، بمشيئه ربنا تطلع لك نيو بلانت. يبقى السيدز فلو فروم ذا بلانت تو جرو اب تو انذر او ان انذر بليس. الكلام ده ترو طبعا يا شباب. عنوان درسنا سيد ديسبيرسال. يعني ايه؟ يقول لك السيد ار ترانسبورتد، هتتنقل فروم وان بليس تو انذر بليس، من البليس اللي هي فيه في الفلاور لانذر بليس موجود في السويل عشان تو جيرمينيت زين جرو، صح كده؟ ذيس بروسيس از كولد سيد ديسبيرسال، بالعربي يعني بذر البذور او ايه؟ نشر البذور، اوكي؟ تمام؟ نشوفها بالعربي كده مكتوبه ايه؟ مش مكتوبه اصلا، سيد ديسبيرسال مش مكتوبه، سيد ديسبيرسال زي ما شرحنا كده بذر البذور بالعربي، لما قلنا لو شفنا واحد بيزرع كده في اي برنامج في التلفزيون هنلاقيه ماسك شويه سيد في ايده كده، بعد ما يقعد يقلب السويل كده بالتولز بتاعته يروح رامي شويه الايه؟ السيدز كده ويقعد يغطي عليها بالايه؟ بالسويل، صح كده؟ طيب ways of seed dispersal in nature، ها مالكش دعوه انت كهيومن بينج، احنا كهيومن بينج انا بقول لك واحد ماسك في ايده، مالكش دعوه انت، انا عايزك تتخيل ان احنا مالناش دعوه، هو ربنا اللي ممشي كل حاجه، اوكي؟ in nature انا ماليش دعوه. تخيلوا بقى في السيدز دي، يعني عايزكم تتخيلوا يا شباب، في شويه سيدز هنا البلانت عايز ينقلها من هنا لاي سويل في الحته دي، عايز ينقلها للسويل في الحته دي، ننقلها ازاي؟ way of seed dispersal، نعملها ترانسبورتيشن ازاي؟ طيب عندي كذا way، تعالوا بصوا كده في الكوكونات سيد دي، كوكونات سيد دي اللي هي ثمره جوز الهند، دي عايشه قريبه من الووتر، دايما بتبقى عايشه قريبه من الووتر، طب السيد تقع وتتكارت بالووتر كده، سواء الووتر دي بتاعت ريفر ولا بتاعت ليك ولا بتاعت اي حاجه، وتتنقل بالووتر، ادي اول طريقه اهو، فلوتنج ان ووتر، السيد يحصل لها فلوتنج، تعوم على وش الميه كده، بتاعت الريفر او الليك، طيب ما ممكن شويه ويند يجوا كده ياخدوا لي السيد دي وينقلوها، صح كده؟ يبقى تاني حاجه ترافلنج باي ويند، طب احنا ممكن يجي لنا انيمال كده
يمام يجي جنب البلانت كده ولا حاجه، ياكل ليف، هو مش هياكل فلاور، ها ياكل ليف كده ولا حاجه، نلزق في الايه، في الفير بتاعه، في الفرو بتاعه، او يجي هيومن بينج كده يشم الورده بتاعتنا ومش عارف ايه، نروح لازقين في الكلوزس بتاعته وينقلنا هو لحته ثانيه. يبقى باي ستيكينج، دي طريقه ثالثه، ها باي ستيكينج تو انيمال فير اور هيومن كلوزس، نلزق فيهم، لازم يكون لينا سباين كده شوك، هنشوف الاكزامبل دلوقتي، عشان نلزق في هدوم الهيومن ده او نلزق في الفير بتاع الانيمال ده. حاجه بقى رابعه، محدش النبي يقول لي يع او اخي والكلام ده، في بعض السيدز بقى ربنا خلقها هي تسبرست كده، بتتنقل كده، تمام، زي التوميتو. التوميتو دي بقى بص السيدز جواها، كلنا شفنا التوميتو قبل كده، تمام، زي الابل والسيد جواها اهي، دي بقى بتتنقل ازاي؟ دي جوه الفروت اهو زي ما انتم شايفين. طيب دي تعتمد على ان يجي ليفنج اورجانيزم ياكلها، انت تروح تاكل طماطماي بس انت كهيومن مش هيحصل معاك، خلي ليفنج اورجانيزم غيرك، خلي اي ليفنج اورجانيزم ياكل الطماطماية دي من الهربيفورس انيمال اللي هم بياكلوا جرين بلانس، كاو كده كلت التوميتو دي او كلت الابل دي. طيب لما تاكل الابل دي هتعمل دايجيشن للابل دي هي عايزاها، والسيد دي تنزل فين بقى؟ او يبقى تبقى ويست برودكت، تتغذى في اللارج انتستين وتنزل مع الاستول، ها تنزل مع الفيسز، مع البراز. لما تنزل مع البراز كده او الاستول ده، الليفنج اورجانيزم دول بيعملوا ستول، بيعملوا ديفيكيشن يعني، او بينزلوا الاستول فين؟ في الشارع، في السويل، صح كده؟ فدي طريقه توصل بيها السيد للسويل، السيد كده وصلت للسويل عن طريق ان الليفنج اورجانيزم جه كل الفروت دي وحصل لها دايجيشن، وفضلت السيد وزود دايجيشن، تروح نازله مع الاستول بتاع الليفنج اورجانيزم ده وهي كده وصلت للسويل، صح كده؟ تمام. او being eaten، هي تتاكل by animal and comes out with their stool، وتنزل مع الستول بتاعته، اوكي، وكده وصلت للسويل. احنا بنعمل تويلت في الحمام، فالستول دي مش هتطول السويل ولا حاجه، انما الليفنج اورجانيزم العاديه بتعمل الستول دي في اي حته كده، فعادي هتعملها في السويل، والسيد كده وصلت للسويل، صح كده. عايزين بقى نعرف اكزامبل لكل ليف او كل بلانت بيعمل ديسبيرسال للسيد بتاعته بالطرق دي، يعني عايزين اكزامبل هنا واكزامبل هنا واكزامبل هنا. هنشوف الاكزامبل الاتي اهو، ان ذيس اكتيفيتي وي ويل انفستيجيت، هنكتشف كده، هاو سيد موف فروم وان بليس تو انذر، تمام. لوك ات ذا فولوينج سيدز، هنشوف السيدز دي ان ذا بيكتشرز بلو، ذن ديسايد، قرر لي كده، هاو يو ثينك، انت تعتقد ايه يعني؟ تعتقد السيدز ان ذا بيكتشر موف فروم وان بليس تو انذر بليس. طب في الكوكونات سيد تعتقده هتتنقل ازاي؟ احنا شايفينها انها عايشه جنب الووتر اهي، تمام كده، فيحصل لها ايه؟ يحصل لها فلوتنج ووتر سيرفيس، هتعوم على وش الميه، والميه دي تاخدها بقى لاي حته، الميه دي سواء بتاعت ريفر او بتاعت سواء بتاعت ريفر او بتاعت ليك، اوكي يا شباب. طيب تعالوا نشوف المابل سيد كده وزيها بالظبط الدندوليان سيد، دول السيدز بتاعتهم بتبقى لايت خفيفه، فاي شويه ويند ياخدها، يبقى مابل سيد ودندوليان سيد السيدز بتاعتهم بتبقى لايت خفيفه، فدول ترانسبورتد باي ايه؟ باي ويند، نكتب عليها كده، دي باي ويند ودي باي ايه؟ باي ووتر، صح كده، فلوت اون ووتر سيرفيس، ودي باي ويند كده، مش باينه الفرق، ها ويند اهي، اوكي دي باي ويند، تمام، ودي كمان باي ويند، الدندوليان دي اسمها دندوليان سيد. محدش يحاول ويند، محدش يحاول يعرف اسماء الحاجات دي باللغه العربيه، لان اسمائها باللغه العربيه لو بصيتوا عليها هتلاقوها اصعب من اللغه الانجليزيه. يعني دندوليان سيد فين؟ دندوليان سيد، دندوليان سيد اسمها بالعربي بذور الهندباء، يعني اسمها بالانجليزي تحس ان هو ارحم شويه، اوكي. مابل دي مش قايلها اصلا. هنشوف البردوك، بص البردوك سيد، بص مترجمها بذور الارقاتيون، ما حدش يحاول يعرفها بالعربي عشان بالانجليزي اسهل، اوكي تمام. الا اللي احنا عارفينه يعني كوكونات دي، عارفين انها جزء الهند، اوكي تمام، دي معروفه، انما البردوك دي انا ما اعرفهاش، انا شايفها معاكم زيكم زي في الصوره، انما انا شفتها في الحقيقه؟ لا ما شفتهاش في الحقيقه، اوكي تمام. خلاص عرفنا المابل سيد والدندوليان سيد هيتنقلوا بالويند، هيتنقلوا بالويند ليه؟ عشان السيدز بتاعتهم لايت خفيفه، اوكي تمام، بص السيدز خفيفه، اي شويه ويند تاخدها. طيب نيجي للباردوك سيد، الباردوك سيد دي بقى شايفين ليها سباين ازاي؟ ليها شوكه اهي، يجي اي انيمال جنبيها كده تروح لازقه في الفير بتاع الانيمال، او يجي اي هيومن جنبيها تروح لازقه في الكلوزز بتاعه، والهيومن يتحرك من المكان ده للمكان ده، تروح واقعه في السويل وكده اتنقلت، صح كده؟ يبقى دي ستيك تو انيمال فير او هيومن كلوزز، دي ستيك، دي بتعمل ستيك للفير او للكلوزز، بتلزق كده في اي حاجه عشان ليها سباين زي ما انتم شايفين. طيب
بالنسبه للتوميتو والابل دول بيعتمدوا على ايه؟ بيعتمدوا ان هم ايتن يتاكلوا كده باي ايه؟ باي اي ليفنج اورجانيزم، والسيدز بتاعتهم تنزل في الاستول، والاستول ده هيحصل فوق السويل يعني. فكده انا وصلت السيد للسويل في مكان تاني بقى، حسب ما الانيمال ده يروح ويعمل استول في اي حته بقى بمشيئه ربنا يعني. صح كده؟ سهل الكلام يا شباب؟ اوكي، كلام منطقي جدا صح؟ طيب نقول الكلمتين دول مع بعض. الوي اوف سيد ديسبيرسال، الحته دي بقى بيجي فيها اسئله كتير يا شباب، ولو سمحتوا ركزوا عشان اسامي بس البلانت ما تخشش في بعضها، اوكي؟ طيب نشيل لكم بس البتاع اللي انا عملته ده، اوكي. وي ديسبيرسال، وي اوف سيد ديسبيرسال يا شباب. طيب في سيد بتحصل لها ديسبيرسال ازاي؟ باي فلوتنج ان ووتر. اديني اكزامبل السيد اوف كوكونات سيد، صح كده؟ طيب في حاجات تانية ترافل باي ويند، عشان ترافل باي ويند لازم تكون ليها ايه؟ لايت سيدز، البلانت ده لازم يكون ليه لايت سيد خفيفة. مين اللي فات ده في الصور اللي فاتت اللي كان ليها لايت سيد؟ المابل سيدز والايه؟ والدندوليان سيد. هيقول لك اهو المابل سيد والدندوليان سيد، دول ليهم لايت سيد، في اي شوية هوا كده ياخدهم وينقلهم. طيب ستيكينج تو انيمال فير، عشان السيد دي تستيك لانيمال فير او هيومن كلوزس لازم يكون ليها سباين، شوك كده عشان يلزق في الايه؟ في الفير، صح كده؟ اهو لازم تكون هاف سباينز، لازم يكون ليها شوك. مين دي بقى؟ زي ما انتم شايفين الشوك اهو، اهو الشوك اهو. مين بقى دي؟ دي الباردوكسيد، اوكي؟ تمام. طيب بينج ايتن باي انيمال وتنزل مع الاستول بتاعته او الفيسز بتاعته، انهي بقى السيد اللي بتعتمد على كده؟ التوميتو سيد والابل سيد، مش احنا بناكلهم والليفنج اورجانيزم الثانيه بتاكلهم، اوكي؟ تيجي اي ليفنج اورجانيزم يكون مثلا هيربيفورس بياكل جرين بلانت، ياكل السيد دي، ياكل التوميتو دي كلها، فتنزل السيد مع الايه؟ مع الاستول في السويل، خلاص هي وصلت للسويل كده. طب تشيك يور اندرستاندينج يا شباب، بوت ترو اور فولس. لايت سيد اللي وزنها خفيف كده ترافل باي اير، الكلام ده يمشي معاكم ترو ولا فولس يا شباب؟ اللي هينقلها بالسيد اللي هتنقل بالاير مش لازم تكون خفيفه كده عشان الاير يشيلها؟ طبعا ترو، صح كده؟ طيب سيد ويز سباين فيها شويه شوك صغيرين كده استيك تو انيمال فير، ما هي لازم يكون ليها سباين عشان استيك تلزق كده في الانيمال فير، صح كده؟ الكلام ده تمشي معانا ترو برضه، صح يا شباب؟ احنا كده يا شباب يعتبر خلصنا الكونسبت 1 اللي هو كان انتجريشن اوف ليفنج اورجانيزم. طيب في اخر كل كونسبت متعودين من رابعه ابتدائي كده بنعودكم ان انتوا سينك اس ساينتست، تفكروا كما يفكر العلماء، اوكي؟ فيقول لك ريكورد ايفيدنس لايك ا ساينتست، دي اكتيفيتي، دي مش هتتسال فيها، دي اكتيفيتي عشان ننمي مهاراتنا. في اخر كل كونسبت هنعمل الاكسرسايز ده مع بعض، ممكن تستعين بقى بالانترنت، ممكن تستعين باي اديوكيشنال تول ثانيه، ممكن يعني ممكن تطنشه خالص طبعا، يعني كل طالب بقى بيفرق من واحد للتاني. مش معنى كلامي ان انت تطنشه خالص ان انت ما تعملوش خالص، اللي يفرق طالب متميز عن طالب عادي ان هو يجتهد اكتر. فاحنا هنا بنعودك تفكر از ساينتست، الحته دي متروكه ليك تماما. تعالوا نشوف هنعمل فيها ايه. يو هاف ليرند الوت اباوت بلانت نيدز، انت خدت خلاص ان في بلانت نيدز وفي اسينشال نيدز او بيزك نيدز وفي نون بيزك نيدز، تمام كده؟ وخدنا البلانت ستراكشر. طيب ان ذيس اكتيفيتي بقى ويتش ويل بي ريبيتد ات ذا اند اوف ايتش كونسبت، في اخر كل كونسبت هقول لك ايه؟ ريكورد ايفيدنس لايك ساينتست. هنعمل ايه بقى؟ وي ويل ليرن، هنتعلم كده مع بعض هاو تو ثينك لايك ساينتست، ازاي تفكر كعالم او العلماء بيفكروا ازاي وانت تفكر زيهم. هتعمل ايه بقى؟ هتسال نفسك سؤال اهو تو انسر كويتشن اباوت وان اوف ذا مين توبيك، هتسال نفسك سؤال انت اللي تساله لنفسك اباوت ذا مين بوينتس وان، يعني وان اوف ذا مين بوينتس في المنهج، يعني انت درست في المنهج مثلا نيد اوف بلان، اوكي اسال نفسك سؤال عن نيد اوف بلان، سالت او خدت مثلا الاستراكشر اوف بلان، خدت السيميلاريتيز بتوين ترانسبورتنج سيستم في البلان وترانسبورتنج سيستم في الهيومن، اختار اي توبيك يعجبك واسال نفسك سؤال فيه، تمام كده؟ اهو اختار اي مين توبيك واسال نفسك سؤال اوف ذيس كونسبت طبعا، وهتعمل ايه؟ اهو انت سالت نفسك السؤال، هتحط كليم، يعني كليم يعني سينسز، جمله تجاوب هذا السؤال، اوكي؟ الكليم ده سينسز تجاوب بيه هذا السؤال. هديكوا اكزامبل دلوقتي بس مش هيتكرر في كل كونسبت، ها؟ اوكي. وبعدين ستيب نمبر 3 تحط ايفيدنس، يعني تحط دليل تقول ان الكلام انا مظبوط، شرحي لاجابه السؤال ده مظبوط. واخر حاجه بقى تحط الساينتفك اكسبلانيشن اللي هو التفسير العلمي للكلام ده كله. تعالوا نشوف اكزامبل، احنا لسه دارسين البلانت نيدز والبلانت ستراكشر، فتعال اسال نفسك السؤال ده هاو دو ذا ستراكشر اوف بلانت يوز ووتر واير او كربون دايكسايد ولايت تو بيرفورم ايه؟
تو بيرفورم فوتوسينثيس بروسيس اهو بيرفورم لايف بروسيس تمام كده اللي هي فوتوسينثيس بروسيس. يعني انت سالت نفسك السؤال ده عايز بقى الكليم بتاعك ده بص الكليم ايه، الكليم عباره عن جمله بتجاوب هذا السؤال، بتجاوبه رفلي كده بص كده ونوت كده يور كليم شود بي فورمد اوف سينثيس جمله تمام كده ساد جيف ان انسر تجاوب تمام كده فور ذا بريفيوس كويتشن في الستيب 1. عايز جمله عريضه كده تمام، انت بتقول لي قول لي في ستراكشر معين في البلانت، ما تقولش ايه هو، احنا هنقول دلوقتي في الاكسبلانيشن ها بيقول لك البلانت يوز سبيشاليزد ستراكشر، ما قالش ايه هي تمام، تو اوبتين ذير بيزك نيد اللي انت قلت عليهم دول الووتر والاير واللايت، واتش بلانت ماشي اتش بارت اوف بلانت هاز ا فانكشن تو هيلب ات تو سرفايف. احنا ما قلناش حاجه على فكره علميه، احنا قلنا كلام جنرال، قلت ان البلانت عنده سبيشاليزد ستراكشر بيخلوه ابزورب الحاجات دي، وان اتش بارت اوف الاستراكشر ده ليه فانكشن معينه، ما قلتش حاجه اهو تمام. انا جاوبت بس السؤال، قلت لك ازاي البلانت بيستخدم الاستراكشر بتاعه عشان ياخد الووتر والاير واللايت عشان يعمل اللايف بروسيس، اللي انا اصلا ما قلتش ايه هي كمان في سؤالي تمام. قلت لي اصل البلانت ايه الكليم بتاعك، قلت لي اصل البلانت عنده سبيشاليزد ستراكشر ما حددناش ايه هي لسه صح كده، بتخليه ياخد البيزك نيدز بتاعته من الووتر والاير واللايت، وبعدين كل بارت في السبيشاليزد ستراكشر ده ليه فانكشن معين تمام. ايه الايفيدنس بتاعك، ايه دليلك؟ دليل ان موست بلانت ماشي ان ذا موست بلانت ذا روت سوك اب او ابزورب ووتر اند نيوترينت اوكي فروم ذا سويل، ده دليلي. اند زين تو ذا ستيم بينقل الووتر والمينرال دي للستيم ماشي، وبعدين الستيم موف ذا ووتر اب تو مين تو ليف، ادي ايفيدنس دليلي هي الميه وصلت الليف ازاي تمام كده. طب حاجه ثانيه ان الجرين بلانت if the green plant is placed in dark place، لو حطيت البلانت في الدارك بليس، مش انا قلت مش انت قلت عايز لايت، دليل ان انت لو حطيت البلانت في دارك بليس will wilt and die ومش هيعمل الفود بتاعه صح كده، اهو for many days its their leaf will turn its yellow اهو wilt and die اهو and the plant will die هيموت، so green plant need sunlight to survive. انا قلت دليل اهو من غير scientific explanation، انا ما شرحت لكش حاجة اهو، بيقول لك نوت كده you should mention enough and suitable evidence to support your claim. عايز تقول اكتر من كده قول، انا قلت الحته دي متروكه ليك انت كطالب تماما، يعني بمساعده بقى مدرس الفصل معاك، بمساعده باباك، بمساعده مامتك، بمساعده الانترنت، لوحدك تماما زي ما انت عايز اوكي تمام يا شباب. طيب اخر حاجه بقى في الستبس بتاعتنا، اديني بقى ساينتفك اكسبلانيشن، اشرح لي الكلام ده بالساينس، اديني اكزامبل او قول لي الروت هير، عند الروت مثلا عندها روت هير، فالبلانت روت ابزورب الووتر والنيوترينت فروم ذا سويل سينتو ذا زين ذا ستيم ترانسبورت زيم تو ذا ليف ثرو زايلم. ابتديت اطلع لك معلومات علميه، هو عشان انا بتكلم في الساينتفك اكسبلانيشن، ما قلتش كلمه زايلم دي غير لما قلت لك ساينتفك اكسبلانيشن صح كده. طيب والبلانت ليف ابزورب الكربون دايكسايد عن طريق الاستوماتا، ابتديت اديك مصطلحات علميه اهو، اند ابزورب السان لايت عن طريق الكلوروفيل، بشرح لك علميا الكلام اللي فات ده حصل ازاي. فاول حاجه انا قلت الكلام عام، قلت البلانت عنده شويه استراكشر، ما قلتش مين هم، هنا بشرح لك مين بقى هم الاستراكشر دول صح كده تمام. during photosynthesis process اشرح لك اكتر اهو، الجرين ليف ابزورب اللايت انرجي من الصن عن طريق الكلوروفيل تو كومباين الكربون دايكسيد جاز مع الهيدروجين اللي جاي من الميه، قلنا عشان نعمل ايه، عشان نعمل كربوهيدرات اللي هو الشوجر بتاعنا اللي هو الجلوكوز ونطلع اكسجين صح كده، producing جلوكوز شوجر اللي هو البلانت فود اند اكسجين جاز ماشي ذات اول ليفنج اورجانيزم نيد صح كده. انت بتتكلم دلوقتي ساينتفيكلي، انا بتكلم ساينتفيكلي اهو، عشان كده سميته ساينتفيك اكسبلانيشن. طيب نوت خلي بالك كده، يور ساينتفيك اكسبلانيشن شوت اكسبلين، يوضح بقى، يوضح الكليم بتاعك اللي هي الاجابه بتاعتك، يوضح الايفيدنس اللي انت قلته تمام كده، introducing some supportive example، اديني example اهو، عمال اقول لك كلوروفيل وزايلم واستوماتا، بديك example اهو from what you have learned من اللي احنا اتعلمناه تمام يا شباب. كل concept هتلاقي think as scientist يا شباب. اوكي الحته اللي جايه دي بقى خلاص احنا كده يعني خلصنا المنهج ده ريفيو، اللي يعني يحب يراجع بقى احنا يعني كده خلصنا خلاص ريفيو كل المعلومات اللي احنا خدناها في هذا الكونسبت مجمعه كده في صفحه ولا صفحتين اهمت تمام، كل المعلومات دي احنا خدناها خلاص اوكي، والاستوماتا اهي والفوتوسينثيس بروسيس والسيركيولاتوري سيستم بتاع الهيومن وكومباريزون بتوين البلانت ترانسبورت سيستم، وخدنا الكلام ده كله، دي مراجعه مش اكتر كده ريفيو كده علشان المره الجايه نحل اكسرسايز
سيشن 6 يا شباب. درس سهل، الدرس هو كل اللي فيه جديد هو السيد ديسبيرسال. ذاكروا الدرس كويس يا شباب، ده اخر حاجه في الكونسبت. المره الجايه ان شاء الله نحل الاكسرسايز على ليسون 6، والمره اللي بعديها نحل موديل اكزام مجمع على كونسبت 1. ستادي هارد، اتمنى لكم التوفيق والسلام عليكم.